مثلا شي واحد قال لك دخل لهاد البوتيك، يا اما ديال الحوايج ولا ديال الالكترونيك ولا ديال شي حاجه كتعجبك، وقال لك عندك 30 ثانيه دخل خد اللي بغيتي، واش غتقول؟ عادش غدير خليتها تسالي ديك 30 ثانيه وناخد شي حاجه ونخرج في حالاتي؟ بطبيعه الحال لا، غتدخل غتهز بيديك وبرجلي. وراك انت دابا عندك 30 يوم، خد اللي بغيتي، عشق من النار، دعوه مستجابه، مغفره ما تقدم من ذنبك. وفي هذا الفيديو غنقولوا ان شاء الله شنو خصك دير باش تستغل هاد الايامات اللي بقاو من رمضان. بقاو معايا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، خوتي في الله، معكم يوسف حاضر في برنامج ولو آية. رمضان شهر البركه والرحمه وشهر القران، وكيف ما قلنا في الحلقه اللي فاتت ما خصناش نضيعوه في لي سيت كوم والمسلسلات وفي الجلسه الخاويه ولا طالع هابط في الانستغرام وفيسبوك، حيت هادشي غيضيع عليا غير رمضان ديالي. ولكن شنو هما الحوايج اللي غنقدر ندير باش نستغل هاد الفرصه العظيمه؟ اول حاجه هي الصلاه فوقتها، وما كاينش شي صيام بلا صلاه، ورغا كتخوي الماء في الرمله كيف ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: الصلاه الصلاه وما ملكت ايمانكم. وبطبيعه الحال راه ما كاينش شي مسلم ما كيصليش، وهادي حاجه مفروغ منها. اول ما غنبداو به هو قيام الليل، وكلنا كنعرفوا اننا هاد العام تحرمنا من صلاة التراويح والتهجد في المسجد، وما كاينش شي مسلم مغربي اللي ما ضروش خاطرو وما تألمش على قبل هاد المصيبة، وكندعيو الله عز وجل انه يرفع علينا هاد الابتلاء. ولكن هاد الشيء ما يخليكش تعجز وتقول اودي ما كاينش التراويح هاد العام وتفطر وتمشي تنعس، لا، جمع الاهل البيت ديالك وصليو مجموعين، والحمد لله استفدنا من العام اللي فات حيت دوزنا نفس التجربة. والصلاة ماشي هي بعدد الركعات، الصلاة هي الخشوع، الركوع ركوع والسجود سجود. وكيف ما قالت لنا عائشة رضي الله عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان كيصلي 8 الركعات وثلاثة ديال الوتر، يعني 11 ركعة. ولكن قالت: ولا تسأل عن حسنهن وطولهن، يعني أهم حاجة خوتي في الله هو الخشوع. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ولكن شنو هي ايمانا واحتسابا؟ ايمانا هي تقوم بيقين وان هذا من عند الله، واحتسابا هي اخلاص لله وطلب الاجر والثواب من الله سبحانه وتعالى. واحسن وقيت القيام الليل هي الثلث الاخير من الليل اللي كنزل فيها الله سبحانه وتعالى لسماء الدنيا، وكيقول: من يدعوني فاستجب له، من يسالني فاعطيه، ومن يستغفرني فاغفر له. اذا استغلوا هذه الوقيته وكثروا فيها الدعاء في السجود. الدعاء هو ثاني حاجه مهمه في رمضان وخاصك تستغلها وما تضيعهاش، كيف ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا ترد دعوتهم: الصائم حين يفطر، والامام العادل، والمظلوم. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: ان لله عتقاء في كل يوم وليله، لكل عبد منهم دعوه مستجابه. اللهم اجعلنا من عتقائك يا رب. وهذا الدعاء ما خصكش تحيدو من فمك في رمضان، حيت هو الحلم ديال كل مسلم، هو تعتق من النار. واي وقت لقيتي كيفاش تدعي دعي، يا اما مسائل دنيويه ديالك ولا اخرويه، يا اما ملي يقرب المغرب ولا تكون ساجد ولا في الثلث الاخير من الليل، المهم دعي وان شاء الله ربي يتقبل الدعوات ديالك. ثالث حاجه مهمه هي القران، قراه، تدبروا، رتلوا، فهموا، فسروا. كان الرسول صلى الله عليه وسلم كيجي عنده جبريل يدارسه القرآن في كل ليلة في رمضان، كيف ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. قال ابن عبد الحكم أن الإمام مالك رحمه الله كان إذا دخل رمضان ترك قراءة الحديث ومجالس أهل العلم وأقبل على تلاوة القرآن من الصحف. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وراكم عارفين أن كل حرف من القرآن بحسنة، وكل حسنة بعشر أمثالها، والله يضاعف لمن يشاء. وهز آلة حاسبة وحسب مع راسك، أجر عظيم حاول تفوز به، واللي درتي شي ختمة في رمضان ما نعاودش لك. رابع حاجة هي ما تكونش بانكوة، ما يكونوش يدك ما كيوصلوش لجيبك، تطلق صاحبي شوية، تطلق وعاون الناس، وأعطي مما أعطاك الله سبحانه وتعالى. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس، وكان اجود ما يكون في رمضان. هذا شهر العطاء، واعطي على قدر المستطاع ديالك، وكما كنقولوا اللي ما عطى من القليل راه ما يعطي من الكثير. وكيف ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما كان له مثل اجره. الله الناس اللي عايشين في الزنقه ولا اللي خدام في شي مدينه ماشي مدينته. خامس حاجه ويا خويا اللي كتصيفط بنادم لجهنم هو اللسان، اللسان اللي ما فيه عظم. كتلقى بنادم صايم وجالس كيسب وكيعاير ولا كيهضر في بنادم وكيتقل على راسه وكيضيع صيامه
بلا ما يحس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ترك طعامه أو شرابه. غتقول يا خويا يوسف كتكون ترونكيل وكيجي بنادم كيعصبك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم مرتين. قال لك الحبيب صلى الله عليه وسلم: إلا جا شي واحد جبدك ولا عيرك قول له إني صائم، زعما ما غنضيعش أخويا الأجر ديال الصيام ديالي على قبلك نتايا، وهني راسك. ايوا دابا اخويا واختي في الله، ما تلوم غير راسك، ما عندكش شي مبرر. ابواب الجنه محلولين، ابواب جهنم مسدودين، مردات الشياطين مسلسلين، ما عندك حتى شي عذر باش تبدا تعكس. راه غتضيع غير راسك وغتضيع هذا الخير الكثير اللي كاين في هذا الشهر الكريم. تحزم بجوج حزامات وجاهد نفسك، راه هذا الشيء والله الا كله متعه. غير بدا ودير اذكار الصباح والمساء، وما تقولش لي ما حافظهمش، حيت كل شيء كاين في التليفون. وانستالي لابليكاسيون ديال القران باش ملي تكون غادي ولا جاي من المدرسه ولا الخدمه تقرا مع راسك وما تضيعش الوقت. وبطبيعه الحال ما تخليش الفيديو عندك وتبدا تعكز، بارطاجي باش يكون عندك اجر لكل واحد دار هذا الشيء بسببك. ودير جميل عجبك الفيديو وعطينا رايك في لي كومونتير، وتابونا باش تكمل معنا وبارطاجي، لان الداله على الخير كفاعله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.